مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بحضراتكم في القناة الإخبارية لجامعة بنها، ونصحب حضراتكم في جولة إخبارية جديدة ونبدأها بالعناوين. مشاركة كورال جامعة بنها قطرات الندى ضمن فعاليات إبداع الموسم 12. مشاركة عالية من طلاب جامعة بنها بهاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم. استضافة جامعة بنها لملتقى إبداع الخامس لكلية التربية النوعية بالجامعات المصرية. تعاون مشترك بين سفارة إندونيسيا بالقاهرة وجامعة بنها لتقديم دورات تدريبية لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها. شارك كورال جامعة بنها قطرات الندى بفعاليات إبداع الموسم 12 ضمن فعاليات مجال الموسيقى على خشبة مسرح وزارة الشباب والرياضة بأبي قير بالإسكندرية، وذلك بقيادة الدكتور أيمن الشامي المدرس بكلية التربية النوعية. كما شارك منتخب الجامعة للمسرح ضمن فعاليات مجال العروض المسرحية بذات المهرجان، حيث قدموا عرض مرسال القط عن ديوان جوابات الأسطى حراجي الأبنودي، علاوة على مشاركة منتخب الجامعة للفنون الشعبية بمنافسات مجال الفنون الشعبية. حصد هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم بجامعة بنها على نسبة مشاركة عالية من طلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، وقد شهد الهاكاثون اهتماماً إعلامياً كبيراً لما حققه من تسليط الضوء على دمج وتمكين ذوي الهمم، وذلك باستخدام التكنولوجيا الرقمية لتقديم العديد من الأفكار البرمجية المبتكرة التي تعود بالنفع على ذوي الهمم، ذلك برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئاسة الدكتور ناصر الجزاوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور شادي المشد المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة بنها ومنسق عام الهاكاثون، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم ومعهد التكنولوجيا المعلومات. في إطار التعاون بين الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها، حيث تم إطلاق فعاليات النسخة الثانية من المهرجان الرياضي لطلاب الجامعة بيفت على ملاعب جامعة بنها، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك بحضور الدكتور ناصر الجزاوي رئيس الجامعة. وأكد بدوره على اهتمامه بتنمية وتطوير طلاب الجامعة تماشيا مع توجيهات وتوصيات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالشباب وإعداد الكوادر الشبابية القادرة على خدمة مجتمعها ووطنها. وفي إطار الأنشطة الطلابية بجامعة بنها، كرم الدكتور ناصر الجزاوي رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة الطلاب المشاركين بمسابقة معا التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحصولهم على المراكز العشرة الأولى على مستوى الجامعة، وذلك لإنتاج فيديو قصير لا تزيد مدته عن دقيقة واحدة يساعد في نشر القيم الأصيلة وترسيخها في المجتمع المصري. وتأتي هذه المسابقة في إطار الاهتمام الكبير التي توليه الوزارة لبناء شخصية الشباب السوية وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية وخلق جيل قادر على البناء والإبداع. وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بإنتاج الأفلام التي تعكس وعي الشباب وقدرتهم على معالجتها درامياً بطرق إبداعية. استضافت جامعة بنها ضمن الأنشطة الطلابية ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية بالتعاون بين جامعة بنها ومعهد تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، حيث شارك بالملتقى
350 طالبا من 10 كليات مختلفة من كليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية، حيث قدموا العديد من الأعمال الإبداعية على مدار 5 أيام متواصلة. وشهد الحفل تنظيم حفل موسيقى قدمه فريق الكورال والموسيقى بجامعة بنها، وشارك فيه العديد من الطلاب المشاركين بالملتقى من الجامعات المصرية. وتتوالى إنجازات الجامعة في ملف خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ففي إطار التعاون بين سفارة أندونيسيا بالقاهرة وبين الجامعات المصرية والأندونيسية، قدم مركز اللغات الأجنبية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة دورات تدريبية لتعليم اللغة العربية للغير الناطقين بها من الطلاب الأندونيسيين باستخدام أحدث الأساليب التدريسية لتنمية مهارات الطلاب الوافدين في اللغة العربية وثقل موهباتهم في اللغة والتعامل بها وإكسابهم المهارات اللغوية اللازمة لهم وتحفيزهم لاستخدامها بصورة مستمرة. شارك الدكتور ناصر الجزاوي رئيس جامعة بنها بفعاليات الجلسة الحوارية بعنوان التعاون الدولي وتأثيره على بناء اقتصاد المعرفة، والتي أقيمت بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير بيتر موليما سفير هولندا بالقاهرة والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي والدكتور مصطفى رفعت أمين عام المجلس الأعلى للجامعات ورؤساء العديد من الجامعات المصرية. واستعرض الدكتور أيمن عاشور الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي ورؤية مصر 2030 وسبل دعم التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات الصناعية في مصر وهولندا، ومدى أهمية التوسع في مجالات التعاون الدولي ومجالات التعاون بين مؤسسة السيفير بهولندا التي تعد من أبرز المؤسسات الداعمة للبحث العلمي في مختلف المجالات، وتتعاون مع مصر في عدة مشاريع استراتيجية منها بنك المعرفة المصري، مما أسهم في دعم جهود المؤسسات الجامعية والبحثية والتأكيد على أهمية دورها وتحسين مكانتها الإقليمية والدولية، مما زاد من عدد الجامعات المصرية المدرجة في مختلف التصنيفات العالمية المهمة، والإشادة بدور بنك المعرفة المصري AKB والذي يعد مبادرة رئاسية أطلقتها القيادة السياسية للمساهمة في تعزيز البحث العلمي في مصر والارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية. حصلت جامعة بنها على مركز 1106 على مستوى العالم، وذلك وفق تصنيف ويبو ماتريكس الأسباني إصدار يناير 2024 بين أكثر من 31,000 جامعة حول العالم شاركت بالتصنيف. وعلى صعيد العالم العربي احتلت الجامعة المركز 25 من بين 1362 جامعة عربية، وعلى الصعيد الأفريقي احتلت الجامعة المركز 20 من بين 2057 جامعة أفريقية، ومحلياً حصلت الجامعة على المركز 8 ضمن 79 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية شاركت في التصنيف. نظم مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها فعاليات مبادرة صناعة آمنة وذكية وصديقة للبيئة، حيث تقدم للمبادرة 10 مشروعات للجنة التحكيم مقدمة من الطلاب من مختلف كليات جامعة بنها، وذلك بحضور كل من الأستاذ الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين بالجامعة. وأوصت لجنة التحكيم باحتضان مركز رعاية الموهوبين والمبدعين لعدد من الأفكار والمشاريع المقدمة حتى تصبح شركات ناشئة لطلاب الجامعة. نصل بحضراتكم إلى ختام نشرة اليوم، إلى أن نلقاكم في نشرة إخبارية جديدة.